هاي جماعة مقتدئ هسه القبعات الزرق سيطروا على المطعم على مود ينهون التظاهرات. يلا عمي انا نروح لهن. ها شوفوهم ضربوا الناس واعتدوا على الناس اجوا هم وتوافيهم اعتدوا علينا اعتدوا على المتظاهرين. يلا يلا وين المرجعية؟ خلي نشوف المرجعية. بس المتظاهرين اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. اليوم رفض المتظاهرون في العراق تولي محمد توفيق علاوي لرئاسه الحكومه بعد اعلانه هو تكليف الرئيس له بتشكيل الحكومه وتعهد بتحقيق مطالب المتظاهرين كما قال. اكد علاوي عبر تسجيل مصور على صفحتيه في فيسبوك وتويتر في رساله غير رسميه تكليفه بمنصب رئيس الحكومه من قبل رئيس الجمهوريه برهم صالح. نشوف المقطع اللي يتكلم به محمد توفيق علاوي حول تكليفه برئاسة الوزراء ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أحكي ويا الشعب العراقي مباشرة وبعيد عن الإشاعات والتحليلات. بعد ما كلفني فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة قبل شوية قررت أول شيء أحكي وياكم قبل ما أحكي ويا أي أحد لأن سلطتي منكم أنتوا بشكل عام وبشكل خاص لولا تضحياتكم وشجاعتكم ما كان صار أي تغيير بالبلد. أدري بيكم تحملت هواية وصبرت هواية بس أني مؤمن بيكم ولهذا راح أطلب من عندكم تستمرون بالمظاهرات لأن إذا أنتم مو وياي فأني راح أكون بوحدي وما أقدر أسوي أي شيء. قبل دقائق من هاللحظة أني مواطن فخور باللي سويته على مود التغيير بس هسه أني موظف عندكم وشايل أمانة كبيرة فلا ترجعون إذا ما تأخذون اللي تريدوه سواء كنت أنا أو غيري. تظاهروا اهتفوا احتجوا هذا بلدكم هذا حقكم وكل اللي علينا تنفيذ مطالبكم ولازم نحميكم بدل ما نقمعكم وسلاح الدولة لازم يرفع بوجه اللي يرفع سلاحه عليكم. ابقوا إلى أن نحاسب القتلة ونعوض أسر الشهداء ونعالج الجرحى ونحدد موعد الانتخابات وقانون الأحزاب ومن أين لك هذا ونرجع هيبة القوات الأمنية ونصلح الاقتصاد ونحارب الفساد وأشكل حكومتي. إذا الكتل حاولوا يفرضون علي مرشحيهم فراح أطلع وأحكي وياكم وأترك هذا التكليف مثل ما تركت دراستكم على مود الوطن فأني هم أترك التكليف وأرجع كمواطن عادي راضي ضميره. وبالأخير أقولكم أنتوا طلعتوا تريدون وطن وإذا أني ما حققت مطالبكم فأني ما أستحق هذا المنصب. أخوكم محمد توفيق علاوي. شفنا المقطع الغريب أنه هو خرج وتحدث عن تكليف رئيس الجمهورية إلى المفروض قانونيا يطلع رئيس الجمهورية بنفسه ويعلن تكليف رئيس الوزراء مو يطلع المكلف بمقطع مصورة بموبايل وهذا أثار الكثير من الجدل ويقول بأن رئيس الجمهورية كلفني وكما هو معروف بأن محمد توفيق علاوي هو نائب لدورتين ووزير الاتصالات لدورتين وبالتالي فهو من الطبقة السياسية والمتظاهرون من اليوم الأول للتظاهرات قالوا كلمتهم ما نريد أي مرشح من داخل الطبقة السياسية وحتى هذه الشخصية المرفوضة شعبيا كذلك
تخالف خطبة المرجعية الأخيرة على أن يكون المرشح غير جدلي، وهذا جدلي لأن هو مرفوض من داخل، وهو من داخل العملية السياسية ومقرب من التيار الصدري. الغريب كذلك بأن رئيس الجمهورية برهم صالح حتى تغريدة على تويتر أثناء ما يعني بث محمد توفيق علاوي هذا المقطع ما غرد أو علق حول تكليف محمد توفيق علاوي. هذا الأمر يطرح الكثير طبعا من التساؤلات، ومثل ما شفنا في بداية الحلقة ردود ساحات التظاهر في بغداد والناصرية والنجف، وراح نشوف مقاطع أخرى خرجت تظاهرات حاشدة رفضا لترشيح محمد توفيق علاوي لهذه هذا المنصب أو أي شخصية من داخل الحكومة، وأكدت فشل كل محاولات الأحزاب الالتفاف على مطالب المتظاهرين. نشوف مقطع من التحرير، نشوف مقطع من التحرير لرفض ترشيح محمد توفيق علاوي. نعم، معنا اتصال أبو علي من الحويجة، تفضل أبو علي. أستاذي العزيز. نعم، تفضل. زاد فضلك رحم الله والديك. إحنا أهل المناطق الغربية ما نقدر نحكي هنا ولا نقدر نسوي كل شيء. هم المناطق الجنوبية طلعوا مظاهرات وتعذوا، شفت شلون إيش سووا بيهم. إذا إحنا نطلع أنا بالنسبة لي منتسب، ليش ما رجعونا من البداية المنتسبين؟ الشرطة، الجيش، الغير غير، ليش ما نطول عقها؟ ليش هسه هو كان وزير الاتصالات الأستاذ اسمه محمد توفيق؟ ليش ما من البداية أصلحه؟ وليش هسه من العالم طلعت وقامت تتهوس وريد حقنا؟ ريد حقنا، إحنا مو عراقيين، سواء ابن الحويجة أو ابن البصرة أو ابن العمارة ابن الديوانية ابن عراقي لو لا. نعم، أسماء أنا يأخذونها يبيعونها على غير جماعة، والله تعطيني دفتر وأسجل اسمك، أشطب اسم هذا وحطه بالرقم الإحصائي الغير واحد. ليش؟ ليش؟ يعني أتساءل، يعني شنو ذنبي أنا من 2007 منتسب لحد 2014، والله حد 2014 شهر الخامس بعد ما أكثر، يعني أروح أشتكي عند لا اقعد يفجرون بيتك ويذبحون عائلتك، اروح على الشرطه اقعد لا يذبحون عائلتك. وين اروح انا اذا انا وحدت بغير محافظه واهلي بغير محافظه؟ من اللي يحافظ عليهم؟ نعم، ليش ما هم يمسكون البلد؟ هم الحكومه القاده الكبار ومن انهزموا ما حد حكى وياهم، يعني الضباط ويانا اول ما انهزموا مع احتراماتي للضباط الاوادم ولد الاوادم. انهزموا الضباط اول مره وبعدين الجندي طبعا او النايب ضابط طبعا ما ظلت له قياده. نعم، يعني اللي وقع بيها الضباط الصغار والمتطوعين. رحم الله والديك، الجندي او الصغير وقع بيها هو، يعني والله ما اعرف شو اقول لك يا اخي صادي العزيز، ما اعرف. هسه احنا نريد نرجع، ماكو انت كاتبين عليك متسرب، انت كاتبين عليك مثل شنو يا ابو ذا متسرب؟ انا القائد مالي راح. نعم، شلون انا والله ما اظل وعائلتي متهدده؟ لا والله راح يذبحون عند عائلتي اشرف، ولا ما اعرف وين يودون بيه، ما اعرف وين يروحون بيه. الله يعينك ابو علي، الله يعينك ابو علي من الحوجه كان معنا. محمد بن هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لقناتكم الشريفة. حياك الله يا أهلا بيك. تفضل. يعني هو علاوي أهدافه سامية. صوتك ناصي يا أخويا. أي نعم، اسمعني. تفضل. أي هسه. نعم. أي بالنسبة للمرشح علاوي. نعم. هو حتى لو كان شريف يعني والشعب منتخبه، من يخليه يشتغل الحمر؟ العراق عبارة عن عصابات ميليشيات هي مسيطرة. عبارة عن غابة قوية في الضعيف. الميليشيات هي تحكم البلد. ومسألة عماتين يعني مسألة ثقة. هو مرشح إلا من قبلهم مو من الشعب. نعم، ومرفوض من البداية. يعني مرفوض وصورة مرفوعة بال يعني محطوطة بساحة التحرير أنه هذه الشخصية وإلى جانب بعض الشخصيات مرفوضة من ساحات التحرير.
من ساحات الاعتصام. ثم هي قضوها العلوج جماعة مقتدى، قضوا ساحة التحرير واعتدوا عليهم وضربوهم أصحاب القبعات الزرقاء عمر، وخذوا يعني احتلوا جبل أحد. فأنا أقول للمقتدى العراق طبعا الانتفاضة مو جبل أحد بس أو مطعم التركي، العراق كله منتفض. فأنت يا صبح راح السد صبح صبحتين وإن شاء الله منصورين وإن شاء الله علوج مقتدى إن شاء الله تروح الجحيم. محمد بن هولندا كان معنا. خلونا نشوف التظاهرات من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذقار اللي خرجت رفضا لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة. نشوف المقطع ونرجع لكم. يأتي ترشيح محمد توفيق علاوي مع دخول ثورة تشرين اليوم شهرها الخامس، ولا تزال التظاهرات والاعتصامات مستمرة في جميع المحافظات العراقية المنتفضة وسط تأكيد معتصمي ساحة التحرير وبقية ساحات الاعتصام رفضهم تولي محمد توفيق علاوي رئاسة الحكومة أو أي مرشح من الأحزاب السياسية الفاسدة لرئاسة الحكومة المقبلة في البلاد. أكد متظاهرو بغداد بأن منتفضي تشرين لن يمرروا ببساطة تولي محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة، لافتين إلى إصرارهم على إسقاط العملية السياسية في البلاد. وفي إطار دعوة مقتدى الصدر لأنصاره إلى الاعتصام قرب المنطقة الخضراء، أشار المتظاهرون إلى أنها محاولة لحماية المنطقة الخضراء وسياسيها الفاسدين. طبعا في ذيقار كما أشرنا، في كربلاء، في ميسان، واسط، خرج المتظاهرون بتظاهرات عارمة تندد باختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة وترفض الالتفاف على مطالب منتفضي تشرين. طالب المعتصمون في جميع ميادين الثورة بتدخل الفوري للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف سفك دماء المتظاهرين السلميين. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك. تفضل أبو زكريا. الله يحفظك ابن محمد يحفظ قناتكم إن شاء الله. عمر وياك تفضل. لا هذا محمد علاوي لا غيره، من هذول مرتبطين ولاية الفقيه، ما يجون متظاهرين غير شيء، يومي قتلوهم أشكال القتل. لأنه إحنا دولتنا دولة يعني يحكمنا العدم، ابن محمد والله العظيم يحكمنا العدم، والله لا يعترفون بالمظاهرات، لا يعترفون بالتدمير قتيل، لا يعترفون بالكاذين الجريح. هذول الناس كفرة عدم يحكم العراق، وجابوا العدم نوب محمد علاوي. والله العظيم العراقي ما حكومة شريف عراقي إلا المتظاهرين هم اللي يخلون رئيس الوزراء ساعة التحرير بغير نعم أبو زكريا. نعم شكرا أبو زكريا من كركوك. حيدر من المثنى، تفضل حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلونك؟ تفضل. يا هلا بك، تفضل. حبيبك تسمعني؟ أسمعك، تفضل. هل هذا توفيق؟ هو وين كان هذا توفيق اللي يطلع؟ أنا أتكلم من زمان أنا. نعم. زمان أستاذ هو. أسمعك. بالنسبة لي أنا عندي معاقين اثنين، اسمعني. نعم. أنا راح أحكي، بالنسبة لي أنا عندي معاقين اثنين أخواني. يعني لا رعاية، لا شو اسمه، لا علاج دباقين واحد. اسمعني أخي. واحد نعم. منهم بيسرى يعني أروح أكثر ما صح، أروح للشعبية يقولوا لي ماكو علاج. وين أروح؟ أنا أروح للصيدلية. هو قلت لك عندي العاطف ما عندك، يعني فقر مو طبيعي خاصة بالمصر. أخي تسمع أبي أستاذ عمر. نعم. أيوة. أسمعك أخي، أسمعك. مو طبيعي بالمسند يوم شفنا الويل الله وكيلك، يعني كله فساد. لكن يقول لك أنا أسوي لك وهذا وننتقل وكل شيء معكم. تسمعني؟ نعم. إيه. أخي تسمع وهاي يعني شوكولات مو طبيعي. وشوف السياسي كلهم ما فدونا بأي شيء، يعني صحيح ذاك النظام. أشوى يعني بس شنو هو
يعني هسه صار بها 118 يسولفون الشقوة التالية. نعم الله يعينك. أشكرك أنا أشكرك الله يعينك والله يفرج عن جميع العراقيين. أبو رعد تفضل. أبو رعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أبو؟ يا هلا بيك. الله يحفظك. طبعا أنا أشكركم وأشكر قناتكم الكريمة على هذا البرنامج الكريم. الله يسلمك. الله يحفظك يا أبو، الله يشكر عليك. بس بخصوص شغلة المتظاهرين طبعا نعم. أكو أمور يعني مرات لازم تنعرض قدام الشاشة ويعني تكونون على بين بيها. نعم. ألو تسمعني؟ أسمعك أخي العزيز تفضل. أسمعك رحم الله والديك. أكو شو اسمه؟ نعم نعم أبو رعد. انقطع اتصال مع أبو رعد من بغداد. أبو حيدر تفضل. أبو حيدر، أبو حيدر من خانقين. أبو حيدر تسمعني؟ أبو حيدر من خانقين. تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك أبو حيدر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل كل شيء درهم صالح لأنه خالف وعده وعهده للشعب، قال إني أرشح من ترشحونه، من هذا توفيق علاوي جزلي. توفيق علاوي جزلي وزير في دورتين وعلي حكم 7 سنوات، المفروض رفضا قاطعا، المفروض من خارج الأحزاب، مهني أكاديمي عراقي صرف العراقي، يدافع عن مصالح الشعب العراقي، يدافع عن الشعب العراقي، يخدم العراقيين، يخدم الشعب العراقي، يخدم أجناس خارجية، ما يخدم يكون عراقي عراقي عراقي، شعب العراقي بصورة عامة. توفيق علاوي نعم المفروض عراقي، مو مثل هذا، مو عراقي اصلا، لان كان وزير وعراقي ومحكوم 7 سنوات في وقته، والمحكوم قبل محكوم على الفساد، لا يقبل ان يكون كيف يكون رئيس وزراء. تبا لكم. شكرا. شكرا ابو حيدر من خانقين. غفران من الناصريه تفضل. يا غفران مرحبا استاذ. مرحبتين، اهلا وسهلا بيك. والله أنا من زمان طبعاً حابة أشارك البرنامج بس قوة أحصلكم. الله يسلمك تفضلي. بالنسبة لخلوه محمد توفيق، إحنا من الناصرية والعراق كله أصلاً ما يريده، ما يريد أي واحد من الأحزاب. نعم. هم خلوه له، هو لو ما مسموك من الأحزاب ما قبل مقتدى الصدر، ما حموه وصعدوا المطعم التركي بغداد وطلعوا المتظاهرين. إذن هو أصلاً من الأحزاب، فيطلع للشعب العراقي وينادي بكلمته ويقول لي أنا وكل متظاهرين، يعني عبارة يضحك على الشعب. هسل نعم العمر 13 سنة ما يقدر يضحك عليه الشعب، الحمد لله وشكرا صار عنده وعي، بعد ما حد يضحك عليه. ما أريد أي حزب، ما أريد أي واحد تابع الأحزاب، بس طبعاً ما ينطونها عسى ما يقض مستعدين يقتلون الشعب العراق كله وما ينطونه. 16 سنة يبوقون بالعالم ولا زالوا، وأولادهم كلها وأولادهم كلها بالخارج. نعم. يعني كافي 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 فوق كافي، يعني خاطرة ماكو ماكو غيرة ماكو شرع. هسه أنت ولاءك إيران، روح ارجع لإيران. بالنسبة للمقتدى ارجع يا بي، أنت يومية شنو؟ إذا أنت يومية صرح لك شيء يومية، ارجعوا روحوا روحوا للمظاهرات، ها أهم شيء يبقى بالساحة وما يروح. نعم شكرا غفران. إن شاء الله تعالى باقين باقين نحن الناصرية وكل محافظات من نعلم تتحقق. شكرا. الله يحفظكم وينصركم يا رب. غفران من الناصرية كانت معنا. أبو هاشم من البصرة تفضل. أبو هاشم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
تفضل ابو هاشم تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل عيني. السلام عليكم حبيبي. اسمعك عيني. وعليكم السلام ورحمه الله. الظاهر الصوت يوصلك متاخر. على شهداءنا الابرار شهداء الانتفاضه. نعم. وجود الشهداء العراق جميعا. نعم. ليش متنصر التلفزيون ابو هاشم؟ ما يحتاج تسمع صوتك. نص التلفزيون للاخير وتكلم على راحتك. نعم. تفضل ابو هاشم. السلام عليكم. بالنسبة وعليكم السلام. توفيق علاوي. نعم. الشعب وحطوا صورته وطقوا اكس. نعم. وعلى برهم صالح غلط مفروض. نعم. يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع أبو هاشم من البصرة. أبو رضا من الناصرية. تفضل أبو رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أخوك من الناصرية. حياك الله. يا أهلا بك. يا أهلا بك حبيبي. بلا زحمة عليك. نعم. خلال تصدي ان من القوات او الابنين من تضحيات وجاي شو نصينا التلفزيون ابو رضا الله يخليك للاخير. اخويا بلا زحمه عليك. نعم. بان نرفض رفض قاطع لهذا المرشح الجديد. واحنا ذقنا الامرين من هاي الاحزاب زين، وهذا الشعب كله جاي يعاني من عشم خلال هاي الفتره اللي قاعده بالبلد الى الهلاك والدمار. الكل جاي يشوف زين. ولهذا فعندنا مقترح. نعم. من خلال قناتكم المشكوره يعني اللي سعي مالتها اللي جاي تقدم كل ما يحدث على الساحه. نعم. ثم مشكورين قناه الرافدين. الله يسلمك. فيا اخويا اللي 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 ينطلبه انه احنا جاي نريد نقدموا لنا نداء الى القاده مال الجيش اللي سلموا المناصب بالعراق. هل هم ادوا اليمين على استلام مناصبهم لحمايه الاحزاب لحمايه العراق ارضا وشعبا؟ ليش ما يقومون هم بالقبض على دولة الاحزاب او على مسؤولين الاحزاب ويسلمونهم للعداله او يسمحون ان احنا نسلمهم للعداله بدل ما عازين المتظاهرين ما يخلون يطبون عليهم بالقضره؟ اللي بريء يطلع والانسان اللي مطلوب وعنده ملف فساد يلقون القبض عليه والعداله تاخذ مجراها تجاهه. واذا ما يقدرون القاده او الجيش فاحنا نحسب حتى حسابهم اسوه بهم بالسياسيين اللي هم يجوز يحمونهم في سرقة أموال البلد وتهريبها خارج العراق. هذا جانب. الجانب الآخر إذا ما يسوون هاي الأمور وجاي يساعدون الشعب فإحنا مستعدين أنه نسوي نداء إلى كافة المثقفين وكافة الإخوان المحامين والقضاة والأطباء زين، ونشكل حكومة وطنية معترف بها من قبل المحافظات ومن قبل الشعب العراقي. نعم. زين، ونبتعد كل البعد عنهم، خليهم بخضراهم. احنا الشعب ملينا وتعبنا. الى متى يبقى هذا الشعب يعاني وابنائنا يوميا دماغها مسفوكه؟ على شنو؟ ذولا احنا نعرف شنو اللي يردونه. يدرون بانفسهم اذا كظم الشعب يحاسبهم ويقتلهم على ما اقترفوه بحقوق الشعب. زين؟ واذا يقول هسه المماطله الى متى تبقى؟ احنا الشعب اذا ما ينتخب لنا الجيش والقاده مال المسؤولين بالدفاع والداخليه فاحنا نحسب حسابهم اسوه بالسياسيين. نعم. اللي جاي يقودون البلد لهذا الهلاك. هل هم قسموا على نصره رؤساء الاحزاب والكتلو قسموا على نصره العراق ارضا وشعبا؟ مع الاسف الظاهر اليمين شيء والواقع شيء. هاي مصر السيسي مو جاي قدم المصر هسه ايش قدم من تضحيات؟ قدم
مساعدة الشعب وبنى وحدات سكنية ونقذ المصريين من دولة إلى دولة، الجزائر، تونس، كل الجيش والداخلية دبوا أسلحتهم وانضموا مع الشعب. أنا هنا يجيني ملتم ويطفون الكهرباء أنا بالناصرية ويقومون بقتل أبناء الناصرية وحرق قصيهم داخل الحبوبي. هذا يرضى الله باتريالي في دامان رب العالمين، في مسؤول تيار حزب أو مسؤول الأحزاب الموجودة اللي دفع على المواطنين. نعم. هسه والله العظيم قبل نص ساعة سدوا الجسور يريد يهجمون عليهم ذولا قوات الشغب. شنو اللي مسوينا قوات الشغب؟ شنو اللي مسوينا المتظاهرين حتى يتصرفون تجاههم؟ ليش؟ هسه احنا ابنائنا رخيصة دمهم. يا اخي ملينا من هاي الحكومة الموجودة. فتي ما لا اخذته ما يكفي. نعم ابو رضا. ابو رضا من الناصرية كان معنا، اني اشكرك. ام الاء من النجف. أم آلاء تسمعيني؟ أم آلاء يبدو أننا فقدنا اتصال مع أم آلاء من النجف. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي. تفضل علي تسمعني؟ فقدنا الاتصال مع علي. ابو سجاد من كركوك، تفضل ابو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي العزيز، حبيت بس يعني هاي رسالة أوجهها للحكومة. ما تسمى به الحكومة يعني للأسف الشديد. دماء المتظاهرين، المتظاهرين هم منهم، هم أبناء هذا الشعب، أبناء هذا الوطن اللي جاي يدافعون عن حقوقهم، يدافعون وجاي يطالبون مطالب مشروعة. فهذول اللي يومية جايبين واحد مخليني على الكرسي، هم بديهم صانعينه ومدرسين شلون يشتغل ضد الشعب ويؤدي اليمين بالكذب. هو ما يحلف باليمين، مو يحلف، يحلف للفساد، ما يحلف للإصلاح. نعم. ما هم نفس الأشخاص اللي قبلهم جابوهم وخلوهم على الكراسي حتى يدمرون البنية التحتية للشعب، يدمرون هذا البلد ويدمرون الشعب ويدمرون الناس اللي بنت الشعب الدماء، بنت هاي الوطن الدماء. نعم. فهذا علاوي اللي هسه خلوه محمد علاوي ما ادري منه، هذا مرشح حزب الله. يعني احنا ما عندنا ناس مثقفين يقودون البلد ويؤدون الامانه صحيح. نعم. اللي يجيبون لنا واحد مرشح من قبل حزب لبناني، حزب الله. نعم. فهاي الحكومه هي مو حكومه، تسمى حكومه. هاي الحكومة حكومة دمار، حكومة مرسلة من دول إقليمية، وليس هم ما يقودون نفسهم من داخلهم، ولكن يقادون من دول أخرى. ما يقادون هم، يقودون الشعب، يقودون هاي الدولة بدول أخرى يقودوها. نعم. فرسالتي للمتظاهرين اللي جاي يدفعون هسه الثمن لأخوتنا المتظاهرين في كل مكان، يعني بالبغداد ولا بالناصرية ولا
بالنجف بالكوت اللي دفعوا الدماء طبعا الرحمة للشهداء. آمين يا رب. أولا الرحمة للشهداء ذول اللي انظلموا ظلموا بدم بارد انقتلوا على يد ما يسمون عراقيين وهم يحملون الجناسي، طبعا يحملون جناسي مو عراقية والجنسية الأخرى حتى يزيفون الأمر بها. المتظاهرين حاليا هم ما أوصل رسالة لأخوتنا المتظاهرين نقول لهم أنتم بخطر، ولكن أنتم على حق ولا بد أن ينتصر الشعب ولا بد أن ينتصر الحق على الباطل. فهذه الحكومة باطلة، هم أي واحد أي شخص يجيبونه هسه للحكومة هو منهم وبيهم، يجيبونه يقول لك هذا ما عنده كتل سياسية، لا عنده كتل سياسية، هو تابع لكتلة سياسية معروفة، هو هذا الشخص هسه اللي مرشح طبعا اللي جابوه هذا خلوه هسه هو معروف على يا كتلة، وطبعا كان هو من عناصر حزب الدعوة. نعم. وهم كانوا شلة ثلة العفو أخوي العزيز، هم هاي الرسالة طبعا وصلت كلهم اللي موجودين بالحكومة هم كانوا ضد الشعب يقتلون به قبل 30 سنة و 40 سنة، ما هم كانوا ضد الشعب يقتلون به، فشون تريد منهم أنت هسه يصيرون زينين على هذا الوطن والشعب؟ هم جايين سراق يسرقون يأخذون اللي يريدونه وانتهى الموضوع، ما دايرين بال لا للشعب، يقتل الشعب يموت من جوع الشعب، ما عندهم هاي المشكلة. وصلت صوتك، وصلت فكرتك ابو سجاد من كركوك. وعد من بغداد، تفضل وعد. وعد، الو الو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شلونك يا اخي؟ يا اهلا بك، تفضل. تعليق على مود هذا محمد علاوي. نعم. علاوي قبل 15 يوم اجتمع مستوى الكوثراني هذا التابع لبلاد تابع لإيران. تابع لإيران اجتمع قال له أنت تروح تقود العملية بحساب الذهبي. ألو. نعم أسمعك أخي، ما أريد أقاطعك. إي متابعين إحنا الأخبار، الأخبار مالته والسياسيين اللي يحكوا بهذا الطريق، واليوم جابوه خلوه مكان حاضر عبد المهدي. وصدر جماعته، صدر نزل جماعته حتى يقمع المظاهرين بالتحرير، وايد اليوم شو يقول؟ يقول الشعب ايد هذا محمد حلاوي، الشعب ما له دخل، الشعب كله مظاهر ضد هاي العمليه. نعم. اي واحنا يعني تركنا امره الى الله، يعني هذول ما راح خبر الله يجي. نعم. اشكرك وعد من بغداد. ام احمد من النجف، تفضل يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك؟ تفضلي. نعم أنت على الهواء. ها بس أريد أقول شيء للسيد مقتدى الصدر. نعم. يعني الشارع منتفض وكله رافض هذا المرشح، هو ليش يقول الشعب أول مرة اختار؟ يعني مو عارف هيك يحكي؟ يعني الشارع كله المحافظات كلها رافضة مرشح، ما أدري شو اسمه، حمد توفيق علاوي، ما أعرف شو اسمه. نعم. يعني ليش هو يقول الشعب اختار؟ يعني شو وقت الشعب اختار؟ احنا ما اختارينا. نعم. احنا صار لنا شقد من تفضين ضد الاحزاب، كتلوا الشباب الابرياء، مو حرام عليهم ما يخافون من الله؟ فاحنا نرفض هاي سياستهم كلها، نريد نغير، ما جايين نبدل واحد بواحد، نبدل عادل عبد المهدي الجبان بأجبن منا بعد. يعني وين راحت الظلم؟ عقر العرق ما بي ظلم؟ بأشكال بأشكال ناس شجعان كلمتها واحدة. وبس أريد أوصل تحياتي لقناة دزلة، مشتاقة لهم والله. نعم. وش وقت يعودوننا؟ كلش ضايجة عليهم. وشكرا جزيلا. شكرا أم أحمد من النجف، كانت معنا. أم آلاء من النجف أيضا، تفضل يا أم آلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعليق على الحكومة الجديدة خلاها سيد مقتدى، هي أكيد سيد مقتدى خلاها ما دام رايح وراد الإيران. فشوفوا سيد مقتدى شو راح يسوي. وتعليق عادل عبد المهدي على تصريحاته، يطلع يحكي على الحكومة وما يجي طاري الشباب الراحة، هاي شوارع انتصت
تدمج الشباب هاي الراحل. يعني شنو ذنب هاي الأمهات؟ يعني ضيعت ولد على شنو؟ على مود حزب يطب وحزب يطلع؟ يعني شنو يعني احنا يعني يعني لوين لوين راح يوصلون العراق؟ على شنو جاي؟ نعم. لازم من لابس عمامة الرسول لازم يعني يعرف يعني الرسول على شنو؟ يعني والإمام الحسين على شنو؟ يعني دمه. يعني ليش تسوي؟ ليش تسوي سيد مقتدى؟ يعني هو هسه مو بس باع دينه وباع وطنيته وباع عمامة الرسول. ليش سيد مقتدى يسوي هيجي؟ بس احنا ما نقول على غير حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد فاسد، على كل واحد يعني ضيع الشباب هاي. الشباب هاي طلعت صاير لها بالاربع اشهر ما طلعوا على مود يجينا هذا مدمين هذا مخلص منتهي صلاحيته، اصلا منتهي صلاحيته لازم يعطونا ورقه تقاعده. شنو هذا حتى يخلونا ان هذا محمد مد علاوي ما ادري شو اسمه؟ هاي الشباب يعني هاي باول بدايه عمرها ما يخلون هاي عندنا ناس مثقفه ناس يعني تفتهم بالقانون شنو؟ يعني شنو ذولا؟ ذولا حكومه دم ذولا؟ ذولا ضيعوا ما ضيعوا من شبابنا كافي؟ يعني بعيوننا ما يشوف شنو هذا مخلينه؟ علاوي ما ادري شو اسمه؟ نعم. وانا اشكركم اخوي. انا اشكرك ام الاء من النجف كانت معنا. ابو حيدر من كربلاء. تفضل ابو حيدر. ابو حيدر تسمعني؟ ألو. تفضل. سمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو. اسمعك عيني ابو حيدر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ عمر؟ يا اهلا بك. تفضل اخي. نصين التلفزيون ابو حيدر. ابو حيدر. استاذ عمر. ابو حيدر نصينا التلفزيون تسمعني؟ يبدو هناك مشكله بالاتصال مع ابو حيدر، وانا ارجو من اخواني والعراقيين يحبون يسمعون صوتهم بالتلفزيون هم يتصلون. نص التلفزيون اخي العزيز تقدر انت يعني على الهواء مباشره، تقدر اذا تحب تسمع صوتك تشوفه بالاعاده وتشوف على موقع القناه على النت او على الياهو. طبعا رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي وجه رسالة إلى مرشح الأحزاب لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، رسالة بعد أن باع عن تكليفه أو لتشكيل الحكومة. قال عبد المهدي مخاطبا علاوي: أخشى أن يتكرر معك ما حدث معي، فالقوم ذات القوم على حد تعبيره. من القوم يعني ماكو غير الأحزاب السياسية. طبعا كذلك تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل بأنها ورقة الاتفاق مكتوبة بخط اليد لتكليف مرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة. يظهر في أو تظهر في أسفل الورقة أسماء متداولة الموقعين على الاتفاق، هم كل من هادي العامري ومحمد علاوي وأحمد الأسدي وعدنان فيحان. طبعا ضمنت ورقة الاتفاق السياسي عدة شروط للمرشح لرئاسة الحكومة، أبرزها أن يضع رئيس الحكومة الجديد حدا لما سمي بالانفلات العام وفرض القانون، وإكمال تنفيذ الاتفاقية الإطارية مع الصين بحسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذ قرار البرلمان بخصوص إخراج القوات الأجنبية بمدة أقصاها 3 أشهر كما شفنا الورقة اللي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. أبو سجاد من ذي قار. تفضل أبو سجاد. أبو سجاد تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو سجاد. بالنسبة نعم. أخي العزيز بالنسبة للمرشح حسن مخلينا تكليف رئاسة الوزراء محمد علاوي. نعم. يعني بصراحة بصراحة يعني الناس اللي يخبرون ما يحسون يعني يصل بالموضوع. بصراحة هم الشيعة الحكومة الشيعية اللي هي دمرت هسه الشعب. حكومة يعني الأحزاب. نعم. المتظاهرين صار لهم التكتيك وراح الشهداء وخاصة نحن أهل الناصرية. يعني أكثر محافظة طيب الشهداء. بعدين يجيبون واحد من الأحزاب. نعم. يعني هو هسه هذا محمد علاوي شو يريد يسوي هسه؟ شو يريد يسوي؟ شو ما يقدر يسوي؟
مع طول الاحزاب الشيعيه والله يعني هسه الاحزاب الكرديه مفتوحه لها صافي، كل واحد يدخل بصفها ولا الربح ما لهم علاقه. والسنه كذلك بس الحكومه الشيعيه هي دمرت هسه الشعب والله العظيم. ابو سجاد بس حتى نكون واضحين، رؤساء الكتل، رؤساء الاحزاب، هاي الاحزاب هم مستفيدين، اما باقي الشعب باكراده بسنته بشيعته فهم المتاذين صار لهم 17 سنه، خليها ببالك. لا شلون؟ يعني هسه ابن المناطق الغربيه يعني مرتاح عايش ببحبوحه لو مدمره. اي اذا احنا نحكي على احزاب وعلى الروس، اما كشعب المناطق الغربية هم خطية، هم في دمروا المناطق الغربية. وهسه اجت على المناطق الشيعية، احنا المناطق الغربية هسه بسهولة راح يعمرون وهذا جاي يستهون، احنا المناطق هسه الشيعية صار لها 5 سنين ما تعمرت. الناصرية يعني شوف الناصرية يعني تعال نعم. الناصرية وشوف وضعها مع الأسف، هو المواطن ده يدفع تكلفة هذه السياسات، سياسات الأحزاب. مرة خصك نعم. ودعتك بالقرآن، هم دولة خمسة اللي مدمرين هسه الوضع العراقي. ومع الأسف شوف يعني شوف الدول، شوف الناس هسه كنا طالعين برا وشفنا، يعني أنا بنطلع لبرا هسه الدولة أروح زيارة أو غيرها، يعني ليش أشوف النظام مالهم جاي أطبقه أنا واجي لهنا انا اخربوا هاي؟ هم كلهم كانوا معارضه، هم كلهم كانوا برا ذولا هسه رؤساء كتل، يعني ما جاب له فد شيء. جلبون السرقة والدمار. أنا أشكرك أبو سجاد وأعتذر منك لأن أكو هواي متصلين ما بقى وقت البرنامج. أحمد من بغداد، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك بك أستاذ. بالنسبة ردنا أتكلم أنا ومع المشاهدين الكرام. تفضل. زين بالنسبة للمرشح لازم أتخذ، طبعا راح ينعتوني بأنه هذا مستفاد وهذا بالله، اقسم بالله قطوة رب الكعبة. نعم. ما مثل اي احزاب اقسم بالله. اليهودي، هذا اليهودي ما يصير انه يشتري غيبته اذا هو يعني محاضر. سيد مقتدى وغيره، انا ما لي غرض بسيد مقتدى، ما احترمه. فماكو داعي انه واحد يشتري غيبته رجل معمم وما الله ما تحترم. كثير. هاي وحده. وشيء ثاني المرشح، احنا اليوم صار. اليوم صار يعني اذا يعني من يسمع هيك اخبار والناس هذا انه الكربون واتب الاسوء، فاحنا نعطي فرصه يعني هو ترى كله ابو شهاب. نعم. التظاهرات من طلعت ايش طالبت؟ استاذنا الفاضل نص المظاهر، نص من المظاهرين طالبوا، انا اقول لك اقسم بالله. شلون؟ نص من المظاهرين اللي طلعوا طالبوا علاوي. رادوا علاوي؟ المظاهرين. اي طالبوا. شلون يعني رادوا علاوي؟ طبعا ما احسن من يا اخي العزيز، هسه احنا ليش نكذب الواقع؟ احنا بس اسمع لي. انت سمعت اخر خطوه للمرجعيه لو ما سمعتها؟ مو قالت، مو بس اسمح لي، مو قالت احنا نريد رئيس حكومة غير جدلي؟ اي هذا جدلي. خل خدمك استاذ. يعني هاي اول نقطة، نجي على التظاهرات ما رايدين رافعين صورته وحاطين عليه اكس، الرجل ضعيف، ايش نعطي فرصة بعد 17 سنة؟ ياهل يجي يعطينا نعطي فرصة، ياهل يجي يذبحنا، ياهل يجي يقتلنا، والرجل شخصيته ضعيفة مبين مثل حاله حال عادل عبد المهدي، ما راح يقدم شيء. أحمد من بغداد أنا أشكرك. حسام من بريطانيا، تفضل حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولقناة الملحمة العراقية والثوار. يا هلا بك. بارك الله بكم، أقول لك مقدما أنتم منتصرين. قناة يقينا منتصرين، اقرأ القرآن وشوف أنتم منتصرين، صبركم هذا صبر أيوب والله مع الحق وأنتم منتصرين، بس تحتاج صبر وأكثر من حسب الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. كل اللي حوالكم لا تثقون بهم أبدا، كلهم كذابين ودجالين، كلهم. أنا وجه نداء إلى برهم صالح، أحذرك من الآية القرآنية 93 سورة النساء، 4 عذابات إليك، أنت رئيس الفتنة، انت عليك الان، انه هسه الان انت عليك تحل البرلمان،
حتى تسقط الحكومة مباشرة، وإلا والله عليك جهنم وعذاب من الله ولعن من الله وأعد الله لك عذابا عظيما. آية 93 سورة النساء تراها زين. نعم. وكل واحد يسمعني يجسسون من الأحزاب، والله لكم مصير أسود ما إذا نظير بالكون كله، والله سبحانه وتعالى راح ينصر في الوار، رضيت وما رضيت وضربت طلقات وضربت كذا كذا، أنت الله ينصر الحق غصب عنكم عن أمريكا وعن إيران وكل قدر على وجه الأرض. نعم. هذا حق، بس خلي بس العراقيين خلي يصبرون صبر بس. الشهداء الله والله الله يحبكم مثل ما الله يحب الحسين رضي الله عنه، ويحب هالبلد الطيب هذا اللي بيه من أور الناصرية، بلد ذيقار اللي بيه طلع منه على كذا. نعم أخي حسام، أنا أشكرك وأعتذر منك. أبو سجاد من بابل عندنا دقيقة، تفضل أبو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أولا الرحمة والخلود الشهداء التحرر والتحرير. آمين يا رب. ثانيا فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم. الأخ المتصل قبل شوية حتى على برهم صالح، الرجل برهم صالح تردواني مو صدد الدفاع عنه. نعم. بس هاي المنظومة الفاسدة الموجودة بالخضراء هي حسرته، قدم له مرشح والرجل صح هو يكلف رئيس الوزراء، بس هم رئيس الوزراء اللي يجيبوه، هم يفرضوا عليه فرضية ما يجيبون غيره. نعم. احنا عندنا رسالة ما نوجهها للمتظاهرين، الرسالة القوة احنا الأمنية. تسمع رسالة؟ نعم نعم. رسالة قواتنا الأمنية، نقول لهم أنتم حلفتوا حتى تحمون العراق وتحمون العراقيين، والعراق صار مفترق طرق، يعني إما أن يكون أو لا يكون. هاي المنظومة الفاسدة الموجودة بالخضراء لتبيد الشعب ثلاثة أربعة ما تطيعها بالهين، لأنه هم ناس مؤتمرين والريموت مالتهم معروف وين منين يديرون البلد. نعم أبو سجاد، أنا أشكرك أبو سجاد من بابل كان معنا. بس أختم بهذه المعلومة اللي نقلتها مصادر مطلعة من داخل المنطقة الخضراء، بأن القيادي في حزب الله اللبناني محمد كوثراني هو من قاد مشاورات تسمية رئيس الحكومة خلفا لعادل عبد المهدي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.